كتير في الانديه ما انت عارف. كابتن ابراهيم فرحات نجم نادي سكه الحديد. يا فابراهيم لما بيقولوا له احنا معانا الكابتن رأفت مكي قال لهم لا، هو ابراهيم حبيبي كمان وحبيب الخطيب، وكان لعيب بسم الله ما شاء الله، كان لعيب محترم. طبعا طبعا هنسمع ابراهيم هيقول لك ايه ونرجع نعلق على كده. طبعا استاذنا في طبعًا. نص الملعب ملوش حل. لا 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 ربنا يديله الصحه يا رب. الرحمن الرحيم. كابتن رأفت مكي من اللاعبين اللي جم في مصر، من اللعيبه القليله كان بيلعب في مركز الليبرو او المساك ايام ما كان ال4-2-4، وكان الراجل ده من اللعيبه المحترمه جدا، كان بيلعب من تحت وهو كان بيمسك ايام اللي دلوقتي الكره الحديثه بتمسك من تحت وبتقعد تلعب باص، كان بيعمل الكلام ده وكان بيعرف يعمل ويعرف يلعب الفرقه بتاعته، وكان في عز لعيبه نادي الترسانه كان رأفت مكي في مصر كلها من الناس اللي كانوا باينين، وحد لعيب يستاهل انه الواحد الاشاده بيه، كان من احسن لعيبه موجوده في مصر الحقيقه في المركز ده، واخلاق وحد طيب ولغايه دلوقتي وهو موجود في نادي الترسانه. وعلى فكره الناس دي مش واخدين حقهم حتى في نادي الترسانه، وانا بقول لحضرتك يعني اذا كان كابتن رأفت مكي ومعاه عباس فخري ومعاه اسامي كتير قوي موجوده، اما بروح نادي الترسانه الناس دي انا بقابلهم وبشوفهم انا بصراحه ربنا بيصعب عليا، انا حاسس الناس دي قاعده كده مش في المكان المناسب، لان رأفت مكي الحقيقه يعني من الناس المحترمه جدا اللي لعب في النادي الترسانه، وكان لازم يستحق في مصر انه يبقى باين اكتر من كده حقيقي، يعني من الناس اللعيبه اللي على مستوى عالي واخلاق ما تعرفش ما بتسمعش منه حاجه وحشه لغايه دلوقتي، حد محترم جدا والله يا كابتن كوسي. هتقولي لي كابتن ابراهيم فرحات؟ لا ابراهيم فرحات شوف يعني احنا ما كانوش خصم حبايبنا، سواء سكه حديد سواء اسكو سواء البلاستيك، فاكر الانديه دي؟ طبعا كلهم اصدقائنا وحبايبنا، ولا لا لا وفي كوره حاجه جامده. طب هنا ما شاء الله هو قال كلمه